السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. الحمد لله الرحمن الرحيم اللطيف الخبير الكريم الذي خلق الانسان في احسن تقويم وصلى الله وسلم على من ارسله الله رحمه للعالمين سيدنا محمد الرؤوف الرحيم صلوات ربي وسلامه عليه وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين. هذه السلسله من المجالس ستكون بعنوان الإنسانية قبل التدين، وهذا العنوان له وقع في النفس الإنسانية قبل التدين، وقد يتساءل البعض كيف تكون الإنسانية قبل الدين؟ نحن لم نقل الإنسانية قبل الدين، نقول الإنسانية قبل التدين، الدين ليس قبله شيء في الإنسان، فآدم عليه السلام لما هبط إلى الأرض هبط بدينه فالدين هو دين الله لكن التدين هو اخذ الانسان بهذا الدين اعتقادا وفهما وسلوكا ما هو التدين هو اخذ الانسان بدين الله عز وجل اعتقادا في قلبه وفهما لمحتوى هذا الدين وسلوكا في التعامل مع الخلق تعامل مع الكون الذي يحيط به من خلال فهمه لتدينه هذا النور الذي هو الدين عندما يلج عندما يدخل الى قلب الانسان يتاثر ويؤثر يؤثر كل الناس تعرف ان التدين يؤثر في صاحبه المتدين بالصدق وبفهم صحيح ينبغي ان يكون مستقيما لا يكذب لا يغش لا يؤذي الاخرين يحافظ على اوامر الله، يترك ما نهى الله تعالى عنه، يتعامل مع الخلق برحمه باحسان بصدق باخلاص هذا تاثير الدين على الانسان، لكن هل يؤثر الانسان على التدين؟ نعم ولهذا قلنا الانسانيه قبل التدين. الانسانيه الانسان هو وعاء للتدين. الانسانيه الادميه هي الوعاء الذي يصب فيه دين الله فيتحول في الى تدين اي يمتزج بالانسان فيبرز بعد ذلك او يستقر فيه من خلال حالته هو من خلال ادميته هو فالانسان يؤثر على التدين الذي يتدين وادميته حيه انسانيته متقده يفهم الدين كما ينبغي ياخذ الدين باخلاص ليرضي الله عز وجل لا ليقضي به غرضا من اغراض الدنيا. اذا تدين ينظر الى اوامر الله في هذا الدين الذي تدين به طلبا لرضوان الله محاولا تقليص تاثير اهوائه على فهمه لهذا الدين. هذا معنى التدين. فاذا كان الانسان لديه نقص في انسانيته، في ادميته، إذا تدين أثر هذا النقص في إنسانيته في آدميته أثر هذا العوجاج أثرت قسوة القلب على تدينه ولهذا نرى في حياتنا أناسا يتدينون يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إن كان مسلما أو إن كان مسيحيا بديانته أو يهوديا بديانته أو بوذيا بديانته أيا كانت هذه الديانة المسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله نعرف أناس تعرفون في المجتمع أناسا يصلون يصومون يتصدقون يقومون الليل أحيانا أو كثيرا يصومون النهار بل فيهم من يحفظ القرآن أجمع لكن نراه في نظرته إلى العالم يعيش مع ازدياده في التدين ازديادا في التعالي على الناس في التكبر في القسوة في النظر إلى الناس بدونية في التعامل مع الناس بافتئات كيف يمكن لانسان متدين ياكل مال هذا ويظلم ذاك وياتي على الفقير الذي يعمل عنده عاملا او موظفا يماطل في اداء حقوق الاخرين لماذا لم يظهر التدين هنا؟ لماذا لم تزده كثره الصلاه والعباده التي هي في الاصل نور يلج الى القلب ان الصلاه الله اخبرنا بانها ماذا؟ تنهى عن الفحشاء والمنكر لماذا؟ التي تنهى عن الفحشاء والمنكر لم تنهه عن منكر يتعلق بحقوق الخلق لأن آدميته في تلقي التدين لم تكن في المستوى الذي يمكن أن يرتقي من خلاله بتدينه لماذا نجد أناسا يصلون يصومون يقرؤون القرآن يلزمون أنفسهم بأشياء كثيرة صعبة في استقامتهم في, في حياتهم فيما يتعلق بفهمهم للدين ولكن يسهل على الواحد منهم ان يقتل يقتل بريئا من البشر يسهل على الواحد منهم ان يتقبل الفكره من اصلها انه من انه يمكن ان يدخل الجنه من خلال قتل حتى نساء واطفال كيف يمكن لانسان ان يستوعب او يتقبل او يصدق ان الله سبحانه وتعالى سيرضى عنه ويدخله الجنه ويزوجه الحور الى اخر هذا الامر في ارتكابه جريمه اول اول هذه الجريمه انه قتل نفسه اي منتحرا يعتبر. الجريمه الثانيه انه قتل اخرين من الابرياء. كيف يمكن للانسان اذا ازداد تدينه ان يقسو قلبه على ارحامه على والديه؟ يتدين ومع ذلك كلما ازداد تدينا ازداد خشونه مع والديه. ازداد سوءا في التعامل مع ارحامه، مع اقاربه الذين امر الله عز وجل بحسن الصله بهم. يزداد عتوا مع جيرانه واذى لهؤلاء الجيران، كيف يمكن لهذا؟ كيف يمكن للانسان كلما ازداد تدينا يحمله ما فهمه هو على انه تدين على ان يؤذي من حواليه. يسهل عليه الاذى، الاذى بالفعل او الاذى اللفظي او اذى العين في نظرتها تجرح. هذا الذي يحصل من الاعوجاج في ثمرة الازدياد من التدين إذا فتشنا عليه سنجد له صلة بسبب عدم الفهم الصحيح للدين يقينا لكن هناك صلة بشيء أعمق وهي صلة أعمق وهي آدميته إنسانيته لأن الوعاء إذا كان متلوثا وصببت فيه شيء تلوث ما صببته فيه به جئت بوعاء بصحن ب كاس وصببت فيه لبنًا ابيضًا خالصًا صافيًا، لكن الكاس كانت فيه عفونه، سيكون هذا اللبن اذا صببته من الكاس فيه هذه العفونه، اذا كان هذا الكاس فيه شرخ سيتصبب ويتسرب اللبن من هذا الشرخ، اذا كان هذا الكاس منكوسًا والعياذ بالله اي انه مقلوبًا ان صببت فيه نبأ عنه اللبن وخرج منه. نعم يصيب ما حواليه فيرى ما حواليه ويشعر انه كان هناك لبن، لكنه لا يحتوي على هذا اللبن. فالانسانيه الادميه هي وعاء تدين الانسان. من اين جئت بهذا؟ جئت به من القران والسنه. في القران الكريم الله سبحانه وتعالى اخبرنا بقوله عز وجل عن هذا الدين، عن هذا القران، عن ثمره هذا الامر، عن التدين به. بل هو ايات بينات في صدور الذين لم يقل في سطور قال في صدور واخبرنا عند انزال القران مخاطبا سيدنا محمد نزله على قلبك فجعل موضعه القلوب موضعه الصدور وجعل فحوى هذه الرساله لب هذه الرساله الرحمه يقول تعالى لسيدنا محمد صلى الله عليه واله وسلم: "وما ارسلناك الا رحمة" هل هي للمسلمين؟ الايه هكذا لا وما ارسلناك الا رحمة للعالمين للانس والجان والملائكة بل لكل ذرات الوجود ففحوى الرسالة قامت على هذا ولهذا جاء في الحديث الصحيح الذي اخرجه الامام احمد في مسنده أن رجلا من البادية من العرب من قبائل العرب سلمي من بني سليم اسمه عمر بن عبس جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم سمع الأخبار بين العرب في رجل ظهر في مكة من قريش ويقول أنه جاء من السماء ولديه رسالة فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما أنت ما قال له من أنت قال له ما أنت يعني ما هي قصتك؟ انت تطلع ايه يعني حكايتك ايه؟ ما الذي وراءك؟ ايش قصتك؟ ما انت؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله. قال له من ارسلك؟ قال له الله عز وجل. قال له الاعرابي بما ارسلك؟ ما هو فحوى هذه الرساله؟ قال له النبي صلى الله عليه واله وسلم اجابه تاملوها. نحن عندما نعد أركان الإسلام ماذا نقول؟ الشهادتان وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج. أركان الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر. الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما أجاب هذا الأعرابي انظروا كيف رتب المسألة. قال له بما أرسلك؟ ما هي رسالتك؟ قال أرسلني بصله الارحام بصله الارحام وحقن الدماء ان توصل الارحام وان تحقن الدماء وان تؤمن السبل وان تكسر الاوثان وان يعبد الله وحده قال له الاعرابي نعم ما ارسلت به اشهدك اني قد امنت بك وبما جئت به ما المقصود بذكر هذا الحديث الان الحديث ذكر فحوى الرساله لما اراد النبي ان يعرف الرجل بالرساله ذكر امور ان توصل الارحام وان تحقن الدماء وان تؤمن السبل توصل الارحام يعني العلاقات الاسريه امن الاسري كينونه الانسان فيها ان تحقن الدماء حق الحياه، الحفاظ على حياه الانسان. ان تؤمن السبل يعني عدم قطع الطريق، عدم السرقه، عدم ترويع الناس، عدم تخويف الناس في حياتها. فجعل الله فجعل النبي صلى الله عليه وسلم اول ما ينبغي ان يعرف عن هذا الدين. توصل الارحام امرني ارسلني بان توصل الارحام وتحقن الدماء وتؤمن السبل، ثم ذكر الاعتقاد. قالوا تكسر الاوثان ويعبد الله وحده لا شريك به مع ان الاصل في الدين عمود الدين لب الدين قلب الدين هو التوحيد توحيد الله عز وجل لكن لماذا جعل النبي التعريف بالدين قدم قبل التدين هنا قبل الاعتقاد قدم هذه المعاني الانسانيه قبل التدين سيكون حديثنا ان شاء الله عز وجل في المجالس المقبله في هذه الحلقات حول هذا المعنى في مختلف الجوانب، كنا سالنا الشباب في وسائل التواصل الاجتماعي عن ما هو الاهم بالنسبه لهم في هذا الامر. فنحو 28% قالوا الاخلاق، ونحو 22% قالوا تزكيه النفس، ونحو 12% قالوا الاسره والتربيه، ونحو 10% قالوا المحبه، ونحو 7% قالوا إشكاليات التي طرأت عما نحن فيه من شبهات وتشكك في الدين والالحاد وأربعة و4% قالوا الأحكام الشرعية و17% قالوا أشياء أخرى لكن التركيز هنا على الأخلاق سيكون إن شاء الله في الحلقات المقبلة توضيح لمعنى الإنسانية قبل التدين في سلوكياتنا في تعاملاتنا في فهمنا للدين في نظرتنا إلى المبتلى بال بالمرض بالخطيئة بالذنب حتى بالكفر تعاملنا مع من يوافقنا ومع من يخالفنا إنسانيتنا في نظرتنا للكون ونرى ذلك أيضا من خلاله صلى الله عليه وسلم، أسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص وأن يكرمنا وإياكم بالثبات وأن يجعل هذه الحلقات خالصة لوجه الكريم، اللهم اجعلها خالصة لوجهك الكريم واجعل فيها النفع يا حي يا قيوم وأكرمنا يا مولانا بحسن الإقبال عليك واحي آدميتنا وإنسانيتنا حتى نرقى في كل نفس ترقيات ندرك بها ذوق حقائق هذا الدين وابسط انوار ذلك في بلداننا اجمعين واجعلنا قره عين للحبيب الاعظم صلى الله عليه وسلم في هذه الحقائق يا كريم وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين